السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتميز صالون الصحة والجمال. برنامجنا عبارة عن سهرة ودردشة طبية بأسلوب بسيط وسهل جدا، ولكن على أساس علمي وطبي قوي جدا وفي إطار أحدث ما وصل إليه الطب في الدنيا. وهنتكلم الليلة دي عن موضوع أعتقد أنه يهم كل الناس، مناعة الجسم ومقاومته للأمراض، وده في حضور ضيوفي الكرام دكتور يسري بكر، استشاري أمراض الفيروسات والمناعة، استشاري الكيمياء الإكلينيكية التشخيصية والبيولوجيا الجزيئية. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا، منورني. أهلا وسهلا. وضيفي الكريم دكتور محمد بهرام، استشاري المخ والأعصاب وعلاج الألم والطب النفسي. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك، منورني يا فندم. أهلا بك. هو الأسامي بصراحة عناوين الدكاترة والتخصصات بتاعتهم عكس ما أنا قلته في الأول، إن احنا هنتكلم ببساطة وسهولة، ولكن إن شاء الله هنحاول إن احنا نتكلم بمنتهى البساطة والسهولة على قد ما نقدر، ونقرب الكلام الطبي المعقد بأسلوب بسيط. فنتوكل على الله. هنبدأ بدكتور يسري بكر على إيدي اليمين. أهلا وسهلا دكتور. يعني حضرتك تخصصات أعتقد يعني إيه واسعة شوية، يعني فيروسات ومناعة وكيمياء إكلينيكية وتشخيصية. يعني الأول حضرتك حابب تتكلم عن أمراض المناعة وأمراض المناعة الذاتية، وهتكلم عن مفهوم مغلوط عند الناس كلها إن شاء الله. طب حضرتك كلمنا عن الجزئية دي، حضرتك اللي تفتح الموضوع في الجزئية إن شاء الله. بداية يعني إيه مرض؟ مرض عموما ولا مرض مناعي؟ يعني ايه اي مرض؟ اتفضل. المرض يعني اضطراب في كيمياء الجسم ايا كانت. تمام، ده المرض. جميل. طيب المرض دلوقتي كتير ليه وكان زمان مش كتير ليه؟ جميل. كتير ليه؟ علشان هنا بقى فيه ضرب في المناعه. جميل. كان زمان مش كتير ليه؟ عشان كان فيه مناعه. جميل جدا، ماشي. طب مين بقى السبب في ان المناعه دي حصل فيها ضرب؟ ليه ده ليه بقى الضرب ده؟ ايوه، هو الضرب اللي احنا نتكلم فيه، ليه المناعه حصل لها ضرب؟ المناعه ديت الجيش اللي ربنا خلقه ذاتيا. تمام. جوه الجسم حط له المناعه ديت، اتقسمت كذا قطاع زي الجيش، بحريه وطيران ودبابات ومشاه. عندك بدايته بادئ من هنا من الفم. تمام. مناعه الجسم كلها اغلبها مركز في الجهاز الهضمي بنسبه 80%. جميل. لو هنمسك المناعه صح، مناعه الجسم مركزه بنسبه 80%. ازاي يا دكتور؟ ازاي 80% في الجهاز الهضمي؟ ايه الجهاز الهضمي بدايته؟ الجنود اللي بتحارب في الجهاز الهضمي. لسه هتكلم في الجنود. لا، في الجهاز الهضمي. في الجهاز الهضمي بالذات. الكبد لوحده واخد 40. جميل. من الكفر سيلز بتاعه واخد 40، ولذلك لو الكبد سليم ما فيش كبد دهني، انت انتصرت على امراض كتير جدا. قبل ما نفتح في الامراض، بيشيل السموم من الجسم وبيشيل الحاجات اللي بتسبب المرض. الكفر سيلز بتاعت الكبد ديت حاجه، دي برنامج استراتيجي رباني. سبحان الله. ناقص لك انت حاجتين. حاجه في الرئه، ليفلر سيل، نوع من الخلايا، نوع من الخلايا في الرئه، في الرئتين. يعني ربنا حط، محدش سال نفسه سؤال، كل المنافذ بتاعت الجسم ربنا حط عليها قوات. سبحان الله. الفتحات اللي ممكن يخش منها الغزو الخارجي. هو الغزو بيدخل منين؟ من الباب، من الفتحة، من الباب، من النقطة الضعيفة. بالظبط. اما تيجي للتكنولوجيا، الطب الصيني اما تقارنها بالطب الغربي، الناس دي بتفكر ان دول فريق ودول فريق. هم مش فريقين، هم فريق واحد ولكن العملة واحدة، بيكملوا بعض. بيكملوا بعض في ايه بقى؟ عندي الفتحات، أدا فتحة، أدا فتحة، أدا فتحة، تحت فتحتين. كل فتحات الجسم عليها قوات حرس من الجهاز المناعي. طيب معلش يا دكتور، احنا لو كملنا مع حضرتك ده كده مش هنخلص. لا لا لا، اقصد ايه يعني هنسترسل في الكلام، لان هو الموضوعين مترابطين، لان برضو دكتور محمد بهرام عايز يكلمنا عن المناعة برضو، وهو متخصص في المخ والأعصاب وعلاج الألم والطب النفسي. ايه علاقة ده بالمناعة؟ ده علاقة وطيدة جدا. ايه هي العلاقة؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يخيب عملا ابدا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم.
احنا معانا الاستاذ دكتور يسري بيتكلم في الـ في الـ في البايو مولكيولر، يعني بيتكلم في المناعه كبايو مولكيولر كحاجه جزيئيه. ايوه يعني علشان بس ابسط للساده المشاهدين، البيولوجيا او المولكيولر بيولوجي هو بالظبط كده، يعني الجزيء اللي بتتكون منه المواد الكيميائيه اللي بتمشي في الجسم. احنا بدأنا نحلل المواد دي عشان نقول الجزيء اللي بيسبب المرض بإشارة معينة كيميائية ايه، يعني مادة ماشية في الجسم متكونة من جزيئات هي دي اللي بتسبب المرض بشكل او بآخر. احنا زمان كان في حاجة، احنا العلم المستحدث اليومين دول اللي هو علم النانو. مستحدث العلم، بمعنى ايه علم النانو؟ النانو يعني النانو بارتكلز، يعني بتخلي الخلية اقل من 20 مايكرو. انت سحبتني تاني لحضرتك. ما هي النانو مذكور في القرآن اصلا. سبحان الله، كلمة مثقال ذرة. سبحان الله. علشان كده المرض، انا كده هاخد وقت الدكتور بقى. لا هنرجع للنانو احنا. ان شاء الله ربنا ينصر النانو. خلي النانو في الاخر. تمام، بس كده الوقت هياخد. النانو دي يعني حاجة صغيرة جدا. انا عايز ادي لك فكرة بحيث ان انت تقدر تفيد السادة المشاهدين ان شاء الله. واللي انا عايز اغير مفهومه هنا في مصر. طيب، اللي هو الفشل الكلوي بالتحديد والمناعه. ما هو ده اللي انا كنت عايزك ان انت تغير، بس انت بدات بالمناعه. تمام، لا الوقت هياخدنا طيب. وهنطلع ما خدناش حاجه. لا انا عايز دكتور محمد بهرام يقول لنا ايه علاقه الجهاز العصبي والمخ والحاله النفسيه بالمناعه. اولا بالنسبه للساده المشاهدين، الحلقه دي هتبقى جميله جدا لحاجتين. احنا معانا طبعا زي ما قلت لحضرتك بايو مولكيولر اللي هو التفسير الجزيئي للمناعة. جميل. واحنا معايا حاجة تانية اللي هي النيورو بقى، التفسير العصبي والتفسير جميل. النفسي. جميل. يعني بنسمع كتير يقول لك واحد زعل وبعد كده اكتشفنا ان عنده غضروف او عنده كانسر او ايه ده متعلق بده. يعني احنا هنتكلم في النقطة دي، وبالذات علاج الألم، او في واحد درجة الثريشولد احساسه بالألم اقل واحساسه اكتر وكده. طيب. استأذنك دكتور محمد، معانا استاذ محمد فمش هينفع نسيبه. استاذ محمد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ اتفضل يا فندم. الله يخليك يا فندم. بقول لك يا فندم، كنا عايزين نتكلم، بس كان عندي طفل كده عنده سنتين كان بيعاني طبعا من ضعف جهاز المناعه على طول. تمام. حضرتك عايز تكلم دكتور يسري ولا دكتور محمد؟ الخط اتقطع. تمام. قصه المناعه في طفل عنده سنتين برضه. طيب. يبقى ماشي في السياق. كمل وانا اخليها في الطيف البتاع. تمام. احاول ارد. تمام. على الاسئله في الاخر. خلاص كده. خلاص خير ان شاء الله، حضرتك هتساعدني ربنا يبارك فيك. اتفضل. احنا سيبنا الكلام اللي هو المولكيولر للدكتور يسر، ده تخصصه. انا اتكلم بقى في موضوع النيورو. موضوع الاعصاب والنفسيه ازاي بتاثر في المناعه، هل ده بيؤثر؟ طبعا بيؤثر. المناعه زي ما الدكتور يسر قال دي عباره عن جيوش، جيش دفاع اول اللي هو النوتروبيلز اللي هي الخلايا المناعيه. انواع من الخلايا. انواع من الخلايا. على فكره دكتور، المناعه دي لو حد بص لها اعتقد وبدا يدقق جواها وتوسع ممكن يجنن. طبعا طبعا، ده قوات مسلحه كامله. قوات مسلحه كامله كده، ترتيب جيش متكامل. متكامل. في نقطه قالها الدكتور يسري، قال لك الكبد في 40%، والرئه اعتقد قلت حضرتك قلت كام؟ تقريبا 20%. طب ايه ده اخده انا كدكتور اعصاب؟ لما الواحد بيحزن ايه اللي بيتاثر اكتر؟ الرئه يبقى بتاثر على 30% من المناعه. انت تقصد لما الواحد بيحزن نفسه بيتعب يعني تقصد؟ لا، يعني في بعض الحاجات احنا بنسميها حاجه اسمها التوافق العصبي العضلي. جميل. والتوافق طبعا ده بيأثر على حاجه اسمها نيورو ترانسميترز، اللي هي النواقل العصبيه. مواصلات عصبيه. مواصلات عصبيه جوه الجهاز العصبي. طبعا. وده دايما الشخص القلوق، الشخص اللي خايف دايما يأثر ويزود الدوبامين عنده. فيزود الاكسيتاتوري، يزود دايما العصب بتاعه دايما شادد، فيؤثر طبعا على التنفس. ماده الدوبامين دي يا دكتور او الموصل العصبي ده اللي الناس بتاخده لما بتشرب قهوه كتير او كده عشان تزوده بشكل صناعي. بشكل صناعي، بس هو طبعا مش يعني بيزود الدوبامين درجه التحفز. وطبعا بعض الادكشن، بعض انواع الادمان اللي بتزوده طبعا زي الكوكايين او ما شابه. مواد كتير اللي هي هم بياخدوها صناعيا مع اضرارها الجانبيه الخطيره. عشان يعملوا زياده المواصلات العصبيه اللي بتخلي الحاله النفسيه كويسه. صح كده؟ مش كويسه، دايما يبقى فايق. وقتيا. ده انا بتكلم على الدوبامين كنقل عصبي. عشان ده ايه اللي بيأثر مثلا زي ما الدكتور، يعني اخد من كلام الدكتور هيتكلم في موضوع الجزيئات نفسها. هناخد بالجزيئات ده العصب ازاي بيأثر عليه. لازم ناخد في حاجه اسمها ونفس وما سوا. ايه اللي أثر على ده؟ وبعد كده طبعا عشان نتكلم وقت على طبعا فيروس الكورونا.
تمام. طبعا فيروس كورونا بقى ملوش دعوه بنفسيه بقى، ده انفكشن. الكورونا مجموعه لوحدها خليها للاخر، لا خليها للاخر، لان احنا هنفتح في الكورونا ولا تفتح في ده؟ طبعا. فالمناعه عباره عن جيوش متصله ببعضها، ده علاقتها طبعا بالجهاز العصبي علاقه وطيده جدا، وبالذات بحالات الحزن، حالات الفرح، حالات التاهب. عشان كده دايما وبمعدل وبمقدار، يعني هو الشخص مثلا حضرتك قلت عليه بادكشن مثلا، ان هو لو عدى الفتره دي بعد كده بيحتاج المخدر الماده دي عشان تعمل نفس التاثير ولكن باعراض جانبيه. طب معانا استاذ احمد، اتفضل استاذ احمد. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا فندم. اكلم دكتور محمد لو سمحت. اتفضل يا فندم. لو سمحت دكتور محمد، انا كنت رحت لدكتور وقال لي اعمل اشعه على ظهري، قال لي عندك غضروف، طلع عندي في شات رنين غضروف. وبعد فتره حضرتك طالب مني اشعه ثانيه. انا عندي حضرتك اللي بشتكي منه دلوقتي المفصل الشمال حضرتك بخلل في رجل الشمال من تحت حضرتك. لو في اي اسئله دكتور محمد اساله. بيتحكم في الميه ولا بيتحكم في البول؟ اساله حضرتك. بيتحكم في البول يا استاذنا؟ اه يا فندم بيتحكم في الميه وكله تمام. وحضرتك الخلل بيجي حضرتك في المفصل اللي هو عند الفخذ، حضرتك عند الفخذ كده الشمال. والخلل بيجي احيانا يعني مش باستمرار حضرتك، تمام. والاشعه الثانيه حضرتك بعد حوالي 3 سنين، يعني حوالي شهرين حضرتك عملت اشعه ثانيه. الدكتور قال لي يعني حوالي قدامه ظروف بسيط ومش مستاهل جراحه وكده، لكن عندي الخلل بيألمني جامد اللي هو اللي في المفصل اللي عند الفخذ ورجلي من تحت. شكرا. ماشي. طب استاذنك استاذ محمد، هناخد استاذ اسماعيل. استاذ اسماعيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا فندم. مرحبا يا استاذنا. اتفضل يا فندم. لو سمحت، بالنسبه للاتفاق مع الدكتور محمد والدكتور الضيف الثاني اللي معاه، الدكتور يسري. الدكتور يسري عفوا، يعني ايه يعني كيف يقوي الانسان المناعه؟ تمام. تابعنا عشان ده موضوع باذن الله تعالى، لو ما قلناهوش في الحلقه دي يبقى احنا ما عملناش حاجه. ماشي يا فندم. في اي سؤال تاني؟ شكرا يا حبيبي. احنا هنستاذن الكنترول نوقف المكالمات شويه، لان انا اساسا مش لاحق على المعلومات اللي جايه لي من ناحيتين. فدكتور محمد بهرام، حضرتك حابب تضيف حاجه قبل ما ننتقل للنانو؟ لا اتفضل. لا اتفضل. هجاوب على السؤال بتاع اتفضل. على فكره اللي قال عليه الاستاذ احمد ده بيمثل تقريبا 80% من الشعب المصري، يعني في غضروف وخدل. الغضروف والخدل والحاجه دي. الغضروف والخدل ده معظمنا، حتى حضرتك، حتى انا شخصيا اللي بعالج الناس ممكن يكون في غضاريف صغيره موجوده. شخص بيتحرك وبيروح وبيجي بس خدل بيجي. طبعا دي حاجه اسمها عرق النسا. ايوه، ده التهاب في عصب عرق النسا، لانه بيزيد مع الحركه وكده. يشوف الوزن الاول، لو الوزن عالي بعد كده بيقلله، بعد كده طبعا بيخلي باله من بعض الاحمال بالذات ومنحني، لان العمود الفقري ده عباره عن فقرات، مع انحنائه بيأثر على منبت الروتوف ذا نيرف، بيأثر على منبت العصب نفسه. فده طبعا بعض الحاجات زي البريجاب اللي كانت جايبه نتيجه، وطبعا وقفت دلوقتي لان بدا يحصل منها ادكشن. رجعنا برضو لحته المناعه. دواء بيتاخد علشان القصه دي وحصل منه مضاعفات. طب هو دكتور عمل اشعه وبيقول ان هو حس بالاعراض بس ما فيش حاجه، حضرتك بتنصحه ان هو يعمل بس اسلوب سليم في الحركه والحياه والوزن والعمل النفسي طبعا. طب ما فيش اي علاجات؟ هي دايما بتبقى مضادات للالتهابات في الحاله دي، والحاجات النيوروتونيك اللي هي الحاجات اللي بتقوي الاعصاب، زي فيتامينات ب مركب والقصص دي. وطبعا دكتور يسرى يضيف لنا كمان حاجات خاصه بالبيولوجي ان شاء الله. النانو بارتكلز. لا قبل ما ادخل في النانو، انت تدخل في النانو كده على طول كده. الفشل الكلوي. مش هينفع الفشل الكلوي. بدايه الاول وضح له الاول المناعه بتبدا ازاي، علشان يقدر هو. انت اتسالت سؤال ازاي اقوي المناعه. ده مش سؤال، ده مجموعة ملزمات كتيرة. كلمة مراجع. تقوي المناعة هو عايز كلمة ونص منك. لا، الأول يفهم يعني إيه بوابات المناعة. أنا كلمت الأول البوابات، كل الفتحات. جميل. ربنا حطنا على كل فتحة قوات. جميل. القوات ديت لو راحت بدأت أنت تفقد جزء من الجيش اللي عندك. يعني حط لك في بداية الفتحة دي ودي، الاتنين دول بيتحدوا من جوه عند البلعوم. جميل. أحط لك أقوى جهاز، عشان كده بقولك الجهاز الهضمي بداية من هنا للحد المستقيم ده كله مركز فيه الجهاز المناعي. جميل. سألتني السؤال، طب إزاي يعني؟ طب بقية الجسم؟ لا، ده هو ده مركز فيه، لأن هو قوات معينة. أما حط لي هنا اللوز اللي معظم الناس بتشيلها، ما تكملش ومش هنكمل ومش هرد على السؤال. طيب
اوكي ماشي. علشان انا بلاقي هنا، انا بطلع بسافر بره الاقي علم، باجي هنا مريض اللوز اللي انت شلته الناس كلها بتفتكر ان هو مريض ستريبتوكوكاي اللي هو الميكروب السبحي. الميكروب السبحي غالبا 90% من مرضى اللوز هم مرضى فيروس، فيروسات بسيطة جدا مش بتحتاج فيروسات أعراض، ما بيبص لهاش علاجات أعراض ومش محتاجة مضاد حيوي نهائي. لا هو دلوقتي هو ديت حاجات فيروسات. جميل. النسبة القليلة جدا اللي هو ميكروب الستريبت وانت بتكتشفه عامة. بيبقى في صديد، بيبقى في علامات بالكشف. الستريبت مش هو العامل الفيصل، مش هو العامل الفيصل. غالبية التهابات اللوز ديت أول خط مناعي داخل الجسم، ولذلك اللي بيجي له العيل الطفل الصغير اللي بيجي له اللوز حرارته بتبقى فوق ال40 ده بيصير ازعاج للكل. جميل. يصير ازعاج ليه؟ طب الاهل يعملوا ايه؟ طب ما هو في التهاب في الزور وصديد وارتفاع في الحراره وخايفين على المخ، هيعملوا ايه؟ الجسم نفسه فيه يعني الميكروب نفسه موجود وساكن في اللوز، نتيجه ايه؟ ضعف المناعه. ايه اللي بيغذيه بقى؟ اللي بيقويه قوي كثره شرب اللبن. اللي بيغذي، اللي بيغذي الفيروس في هذه الحاله. يبقى في الوقت ده ما يشربش لبن، ما يشربش لبن. ده الفيروس هنا، ده تبقى هنا مشكله، ان الفيروس لو في اللوز لو جاله الكوكزاكي، ده نوع تاني من الفيروسات، ده نوع تاني. بيجي نوع من الفيروسات. بيجي الاول كده الكوكزاكي دهوت لو جه وما لقاش اللوز بينزل مباشره على البيتا سيل بتاع البنكرياس، وبالتالي الطفل مريض سكر للابد. يعني اللوز ربنا سبحانه وتعالى جعلها ده خط سبب في المرض ده، ان هي بتبقى سبب في حمايه المريض من السكر. لا. لان هو اذا الفيروس جه، هي دي خط مش من سكر، مش سكر وبس، ده المثل ده من كله. اللي هو في البدايه، ما هي دي الوقت خط الدفاع الاولاني، علشان كده بتلتهب وتكبر طب معلش، بتلتهب وبتكبر كتير كمناعه، كتفاعل مناعي، كتفاعل مناعي. الاهل ما يقلقوش، يعملوا ايه علشان يحافظوا على اللوز وفي نفس الوقت ما يشيلوهاش؟ الفيروس بالذات هتدي له لبن هيبقى تمام خالص ويعمل العزم. لبن هيبقى تمام وهيبقى ما بداله، يعمل ما بداله، هي صح صحيح. يعني معلش عشان انا اتلخبطت، يعني اللبن مفيد؟ لا، انت هتدي له اللبن الفيروس يبقى هو ممنوع اللبن. ممنوع اللبن. جميل. لكن لما تدي له ليمون، فيتامين سي وحامض يقتل الفيروس. ولذلك الستات بتاعت زمان كانت بتدي للعيل ليمون، عيل الصغير وهي لا تدري، هي طلعت لقت كده خدتها من الراس، كان مركز كمان وبيعصبه. تمام كده. طب اللي هنا بقى دلوقتي او المدنيه او الحضاره اللي احنا فيها، لا لا لا، ده هنا اروح واشيل كيس دواء بس الليمون لسه موجود. يعني ما هي حصل الليمون موجود. الليمون موجود في الحضاره بس العقول ما عادش مستوعبه انها تعمل الليمون. جميل. طيب ده في حاجه كمان، اتفضل. يفضل ليه الحاجات الطبيعيه خالص؟ ايه العسل بتاعنا، عسل النحل اللي مش مغشوش، او البروبلس. في البروبلس دوت اللي هو يعتبر ايه؟ شمع العسل، صمغ النحل. لو اديه، انسى الفيروس خالص، سبحان الله. بس اديه قد ايه؟ المفروض ما تقلش عن 10 ايام. 10 ايام لما يحس باعراض ولا انت بتبقى نهايه كوقايه؟ لا، ده هو خلاص هو بينهي الفيروس. جميل. لكن انت ممكن تديه يومين اثنين او ثلاثة ويخف المريض، سبحان الله. بس بيرجع تاني نتيجة تكرار السبب، ان هو مناعته ضعفت، ده احنا كده وعرض نفسه للمرض. احنا كده هنتكلم في اللوز، مش هندخل في الفشل الكلوي. هنخش يا ريس، هنخش بس استنى. طب هرجع لك تاني، معلش يا دكتور، لسه هندخل. علشان برضو الدكتور محمد التخصص بتاعه وربطه بالكلام بتاع المناعة، مخ واعصاب وطب نفسي، برضو لازال كثير من السادة المشاهدين مش عارف الارتباط ما بين الجهاز العصبي والحالة النفسية. بمعنى ان دكاترة كتير نفسيين في مدارس احد اساليب العلاج اللي هو التغيير السلوكي، او ان هو بيتكلم او بيعرف المشكلة. في نوع تاني بيكتب برشام. طب البرشام ده دليل على اللي حضرتك قلته، الموصلات العصبية، ان في تغيير في التركيب. تمام. برضو حضرتك القي الضوء على النقطه دي، لان هي في ناس كتير لغايه دلوقتي بتقول لك يعني الطب النفسي حاجه نفسيه، يعني انا لو زعلت هتعب ازاي يعني؟ لا، دي احنا دخلنا كده في تخصص كبير تاني اسمه الطب النفسي. جميل. الطب النفسي عشان احكم على الشخص ده يعني له ديزيز ديز اوردر معين، لازم يكون تحت صفات، لان معظم الحاجات يعني احنا قلنا هو نفسي وما سواه، وعشان كده سميناها النفسيه البشريه.
واحد مثلا او المود بتاعه يقول لك انا مودي دلوقتي مش كويس، او انا مود الصبح ما يتظبطش الا بكوبايه قهوه عشان شويه الدوبامين البسيطه. لكن لما نتكلم على بيشنت بقى مرض. ده موضوع تاني بنتكلم يعني عليه. في فرق ما بين عرض ومرض. عرض بنتعرض له كلنا ومريض بقى اتصف بانه عنده مرض نفسي بقى ده حاجه تانية خالص، وده طبعا له علاج وله الكاتيجوريز بتاعها وكده. تمام. طب عشان احنا بنتكلم على الحاجات اللي تزود المناعه في الاوردينري لايف. طب ما تقول لنا الجزء اللي يعني نشارك دكتور يسري برضو، يعني هو بدا بجانب اللي هو البدايه وهنتكلم وهنكمل. لو حضرتك حابب تقول ازاي نقوي المناعه عشان الاعصاب والجهاز العصبي. اول حاجه طبعا غسيل الايدي. يعني اتعلمت دي من صديق ليا الدكتور باسل الجاسم. يعني غسيل الايدي ده حتى جات له مكالمه واحنا قاعدين في 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 معزومين على حاجه، مستحيل يرد. قال لي خلاص انا غسلت ايدي وكلت خلاص. دي حاجه انا لاحظتها من استاذ عالمي في التغذيه العلاجيه. جميل. تمام. طب ليه بيغسل ايده من ايه؟ غير معروف طبعا بيغسل ايده من ايه، بس ايه اهميتها يعني؟ او يعني انا عايز يعني الناس بتستسهل وبتستهتر، وضح لنا خطوره الاجراء. خطوره الاجراء طبعا دي حاجات هيتكلم فيها الدكتور يوسف، لكن انا هتكلم انت عشان انت عايزنا اتكلم في الناتشرال اميونيتي والنت اميونيتي والكلام ده كلته. لا ده صعب، ده محتاج كتب. المناعه الطبيعيه تقصد وخطوط المناعه الطبيعيه الميونيتي والناتشرال اميونيتي ده دي حاجه. لا بس انا هتكلم بقى من ناحيه ان هي كلتشر. اتفضل. ان هي ثقافه طبعا، وثقافه كمان، وان هي كمان يعني عاده لازم نتعود عليها ونعود عليها اولادنا. ما يبقاش مثلا بياكل وجنبه الانترنت عمال يشوفه له واي فاي. الناس كلها بتغسل ايديها مثلا غالبا بعد ما تطلع من الحمام، وقله بيغسلوا ايديهم باستمرار قبل الاكل. يعني غالبا هو الواحد بيغسل ايده بعد الحمام غالبا اعتقد، بس في ناس كتير. انا عن نفسي يعني انا دارس مكافحه عدوى ومتخصص في الطب الوقائي، فانا اعتقد ان غسيل الايدين ده بيمثل نقول ايه نص مكافحه العدوى. طب. اللي هو نص يعني البروتكشن، عمود من اعمده مكافحه العدوى، انه بيخلص الجسم من ميكروبات بالالاف بالذات في الحاجات الاندميك. يعني في بقى معينه بيبقى فيها تيفويد مثلا. الكورونا يا ريس اللي احنا فيها. الكورونا اللي احنا فيها. لا خلي موضوع الكورونا ده الكورونا ده حكايه لوحده بقى. ده احنا على فكره احنا مخليين الحكايات في الاخر، شكلنا مش هنلحق نتكلم على الكورونا، الدنيا زحمه جدا. لا ما انا هخطف منك خمس زي كده. طب اتفضل عشان نتكلم على الفشل الكلوي ولا الكورونا؟ لا قبل الفشل الكلوي وقبل الكلام ده كله، انت خدت جزء وهو بدايه اللي هو البوابه الاولانيه للجهاز المناعي اللي هو اللوز تونسلز. عامه اي مريض تشيل له اللوز فهو مريض حساسيه صدر ليوم ما يروح القبر. يعني انا جنيت عليه ليوم ما يروح القبر. بس معلش يا دكتور برضه عشان الساده اخصائيين الانف والاذن والحنجره، هم بيقولوا ان في بيبقى كرايتيريا او صفات معينه اما تلتهب منظمه الصحه العالميه قالت عليها واقرتها ان عدد معين بشكل معين بشكل لازم تتشال. لازم تتشال. عظيم. ده الكلام ده هيرجع ان شاء الله بعد 3 سنين بالظبط يقول لك لا ما تتشالش الا في حالات الكانسر فقط. اشمعنى في الكانسر؟ هو انت جالك الزنتاك والرانتيدين الكانسر كانسر في الا في حالات الكانسر بس تتشال. في اللوز بس. يعني كانسر في اللوز. طب انت قعدت 30 40 سنه تاخد زنتاك رانتيدين ومبرازول الكلام ده كله، والاخر قالت ده بيسبب كانسر في المعده. يعني مش كل ما هو ثابت والناس ماشيه عليه دلوقت بالضروره يكون صح. ممكن تثبت يعني يثبت خطأه وضرره بعد فتره قصيره او فتره طويله. اتعلمنا بره حاجه واحده، ان ممكن الدواء حالا صح على الجروب اللي موجود فعلا صح. نتيجه اما الجروب مره واثنين وثلاثه ويحصل له نوع من الميوتيشن او الى اخره، الجروب الدواء نفسه بقى سام. يعني مش اثار من البرشام او الادويه بتظهر على استخدامه لفتره طويله. السبب في كده السبب ان الجسم نفسه بقى فيه نوع من الريزيديو خلى بيقاومه وبيتفاعل معاه بشكل خطا، مفيده بقت سامه. ده له علاقه بالبيولوجيا الجزيئيه طبعا، اللي هي الجزيئات والمواد اللي بتتفاعل مع الدواء. ده غير التفاعل بقى. يعني بص ليها، الدواء الفلاني عملنا عليه كل الدراسات وممتاز. جميل. بعد 50 سنة ممكن الاقيه سام. طب الناس ما تاخدش أدوية؟ بقول لك بعد 50 سنة. طب ما نعرف منين مجايز الدواء بقى مضر وهو مكتشف من 50 سنة هيبقى مضر دلوقتي.
ما هو الناس بتبص له برضه بالشكل ده. ما هو في ناس دلوقتي يقول لك انا باخد الدواء ده بتعب. يعني معنى كده ان جسمه فيه نوع من الريزيديو بدا هو اللي يقاوم. ده من الحاجات التانيه اللي انت لسه هنتكلم فيها برضه. الجسم الموجود حاليا او الاجسام البشريه اللي موجوده حاليا بقى فيها نوع من الكادميوم عالي جدا. ده نوع من المواد الكيميائيه السميه. السميه. الكادميوم ده لو قليل او موجود فين يا دكتور؟ موجود في تقريبا كل البشر فيهم بس نسبه بسيطه جدا. لا بيخش للبشر منين؟ عن طريق الاكل. مش انا لسه بقول البوابه دي. والتلوث يعني هو بس الاكل. التلوث اللي في الاكل مبيدات الحشريه ومبيدات ايا كانت صفته. ايا كان. ايا كانت صفته. والاكل المعدل وراثيا. احنا مش هنجل دي. طيب. ده انت تفتح ديت كلام تاني خالص. طيب. اقفل الباب ده. ده احنا عايزين سلاسل. ده سلاسل طيب. لا انا ممكن اجهز لك حاجه معينه اللي تخص جزئيه معينه. جميل. لكن انا دلوقتي احنا بنتعرف على بعض النهارده في الحلقه دي وعلى الكلام الجميل. وبعد كده ان شاء الله نبقى نخصص حلقات. ربنا ييسر ان شاء الله. ده انا لسه ما اتكلمتش. قلت لك ده عسكري الحدود. جميل. ده حرس الحدود. طب نعدي البوابه دي ونخش في بوابه ثانيه عشان انت كده شلت نعديها. انت كده شلت حرس الحدود. جميل. يبقى بالتالي العدو اللي جاي ما لقاش حرس حدود هيدخل عند لحد ما تواجهه اقرب محطه. جميل. اقرب محطه ممكن تواجهه ايه بقى؟ القلب، الرئتين، لا حمض المعده. اقرب محطه من المناعه. من اقرب جندي اخر. اقرب جهاز الهضمي. يعني اقرب دشمه. اقرب وحده عسكريه ثانيه. اقرب دشمه عسكريه. اه لو حمض المناعه اللي هو الاتش سي ال بتاع المعده لو تركيزه قليل وربنا حط الجزئيه دي اعلى جزء مناعي في اعلى جزء حمضي في الجسم. يعني الجسم بيتحكم فيه اتنين فراوده. واحد حامضي واحد قلوي. الفرود الاولاني اللي هو ايه؟ الحمض. الحمضي اللي هو المعده. اللي يوقفه عند حده. الفرود الثاني فين؟ القلوي. فين حته؟ في البنكرياس لا في الجول بلادر. ودي مصيبه ثانيه. المراره والبنكرياس. دي مصيبه ثانيه. لا معلش طب ثواني بقى قبل الدشمه دي مش هقدر اعديها. الناس كلها معظمها كلها عندها قولون. لا 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 كلها بتاخد... عندها المعده. لا أنا... انا اسف لا مش قصدي. بتاخد مضادات حمض وبتقلل حمض المعده اللي هي الحاجات اللي هي بتقلل الحمض بشراهه. يبقى معنى كده ان الحاجات دي كلها غلط عشان بتقلل الحمض. هو انا اللي قلت منظمه الصحه العالميه منزلاها قالت الحاجات دي غلط مش انا اللي قلت. امال المريض اللي عنده لا قدر الله تعالى التهاب في جدار المعده يعمل ايه؟ اللي عنده بقى التهاب في جدار المعده لسه انت ما جيتش لنقطه معينه الا وهي تلجا للميكروبيوتيك. الميكروبيوتيك فيه نوع معين. الميكروبيوتيك اللي هو عباره عن ايه؟ اللي فيها اكل مناسب لهذا الشخص. الميكروبيوتيك ده اكل يبقى سبب في علاج العلاجية بقى. التغذيه العلاجيه اللي هي اعتقد ان هي دلوقتي واخده الترند كله ان الاكل يبقى العلاج. ليكن غذائك دواؤك. طب ايه الاكل اللي ينفع في التهاب في جدار المعده عشان الناس ما تاخدش مضادات الحموضه؟ كل بالذات اللبن في هذه الحاله مميت لان اللبن اول ما بياخده بيستريح بعد كده يتعب اكتر. انت بتقول حاجات اليومين دول أو كتير حاجات هتلخبط الناس. مش هتلخبط يعني اللبن هي لا هي جديد. هي من ناحيه جديده جديده ومن ناحيه مثبته علميا مثبته في كل الاماكن ما خلاص. لكن احنا عندنا عقيده قبل كده هي ايه بقى؟ ان وجدنا اباءنا على امه. يعني احنا ماشيين في اللي مشي فيه قبلنا. ما عندناش استعداد ان احنا نغير في حاجه. ما عندناش اي استعداد ان احنا يعني اللبن بيريح. عشان كده انا رفضت اتكلم معاك في موضوع الكانسر لان هنصطدم كتير. ما احنا واضح ان احنا هنصطدم كتير. طيب يعني اللبن بس هقف عند المعلومه دي. اللبن بيريح في الاول بس بيتعب بعدين. بيتعب بعدين. لكن الزبادي بقى لاكتوباسيلس. ده الزبادي حلو. لاكتوباسيلس. جميل. ما انا دلوقتي انا عايز كل اللي انا عايزه انك ما تاثرش على الاتش سي ال بتاع المعده لانك لو اثرت عليه يبقى بالتالي ما فيش هضم. ومفيش مناعة مهمة ومفيش في الحمض. ومفيش حديد هيدخل. جميل. وترتب عليه بقى مفيش حاجات كتير. تمام. طيب دكتور محمد بهرام ايه الحاجات اللي بتهد المناعة؟ يعني طبعا انا بكمل كلام دكتور يسري بس انت حابب تضيف الجزئية دي. ايه الاسباب اللي انت في البرانش بتاعك والتخصص بتاعك وانت عصرتها تحذر السادة المشاهدين منها؟ انا هضيف كلمه الدكتور احمد عكاشه البروفيسور احمد عكاشه في الموضوع ده. له كلمه جميله جدا بتقول ان السعاده معديه والكآبه معديه. ازاي الكلمه دي حقيقه؟
لا معدية معدية فعلا يعني؟ معدية؟ لا آه مش بقى؟ معدية بقى، مش معدية. احنا بنتكلم دلوقتي في الانفكشن كنترول اللي خاص بالمولوكيولار مكافحة العدوى. بمكافحة العدوى. جميل. كمان نكافح التوتر نفسه. طب ازاي؟ ازاي نكافحه؟ ده موضوع تاني بقى. ان ده أول حاجة أنت نصيحة. أول حاجة الابتسام. ان يعني انت تخرج نفسك من المود ده. الابتسامه ده رسول انتقم بابتسامتك يعني. هو انت فاكر ان الابتسامه سهله يعني؟ أخي. انت فاكر ان هي سهله؟ لا مش سهله. عند ناس كتير صعبه جدا الابتسامه. صح. ده انت ممكن تنتقم بابتسامتك كمان. لا ده انت عايز بقى تتعامل باخلاقيات رفيعه جدا جدا جدا. في ناس كتير هتعارضنا وهتقول لك احنا انت بتتكلم في ايه، احنا الكلام ده للناس اللي بره اللي هم مستريحين، احنا العيشه صعبه، احنا بنشت يعني هموم مشاكل حاجات كده يعني. لا خوف. الناس اللي عايزه خوف وترقب. الناس اللي عايزه تعيش نفسها يعني ايه، عايزه تعيش نفسها في الجو ده وبتحارب ان هي تخرج من حاجه واحده بس. هو الترقب والخوف ولا لا؟ مفيش يقين. مفيش يقين. تمام. يعني ده نعتبر نقول يعني السبب هو ان مستوى الايمان ناقص شويه. مش عايز ادخل في حاجه مش تخش. لا يعني ما انت حضرتك بتقول اليقين. يقين يقين بايه؟ يقين باحساسه بالامن، بقوته. بنفسه. انا اتكلم على الشخص نفسه. تمام. انا اتكلم ازاي الابتسام زي ما حضرتك قلت حاجه مش سهله. لان حاجه ادراكيه. حاجه رد فعل. مخالف مثلا، ممكن يكون مخالف مثلا للوجدان من جوه. يعني انا من جوه مشحون. حزين. مش حزين بقى، مشحون بحاجات معينه، مشحون بمشاعر كتيره ومش عارف وانا متاثر بكده، فمش عايز اطلع، عايز اخليني في الجو ده وما ابتسمش. صح كده ولا ايه؟ او ممكن ابتعد عن الجو اللي فيه. احنا قلنا السعاده معديه والكابه معديه. بيئه انا يعني مش كويس فيها او مش قادر انجح فيها او مش قادر. لا طب ده ياثر على الجهاز العصبي، يعمل مثلا رعشه، يعمل صداع، يعمل اعراض في الجسم، يعمل اعراض. طبعا نلاقي واحد عنده اكزيما مثلا. يعني كان واحد زميلي شغال معاه في جنوب سيناء. الاكزيما دي حاجه جلديه. حاجه جلديه. حاجه جلديه. معظم الحاجات الجلديه يقول لك ايديوباثيك، من غير من غير سبب. السبب. او سايكو سايكيك. او حاجه مثلا حاجه نفسيه. صحيح. حاجه نفسيه. يعني مثلا كان في واحد زميلنا وبقاله 70 يوم ما نزلش اجازه، فزعل جامد جدا اسبوع واثنين لقيت في اكزيما عنده. حاجه خشنه كده وحساسيه اللي هي اللي هي فيها قشور وبتهرش. قشور وبتهرش وكده. لا الاكزيما غير الصدفيه. لا لا ما انا ما بقولش دي حاجه تانية. انا بقول واحد حاجة تاني يقول لك اكزيما اللي هي بتبقى نوع من الحساسيه. الاكزيما انت عايز تدخلني في الامراض المناعيه الذاتيه صح كده؟ الاكزيما غير الصدفيه. ما هي دي حاجه ودي حاجه. طبعا. الصدفيه دي مرض من امراض المناعيه الذاتيه طبعا. طب دي قصتها ايه بقى يا دكتور؟ امراض المناعيه الذاتيه انت عايز تقول فيها جزئيه عشان احنا الوقت هيسرقنا. في الوقت هيسرقنا. عايز اكمل الجزئيه اللي انا بقولها. طب اتفضل اتفضل. احنا نزلنا دلوقتي للمعده وكفايه كده على المعده. تمام. بس بدايه المعده بيت الداء، وبدايه لو معده مظبوطه يعتبر ان البني ادم ده كويس جدا، حتى لو جاله امراض الدنيا هتروح. جميل. الفيروس اول ما بيدخل على الحمض بينهي رغم ان الفيروس نفسه حمض. قلت لك جزئيه كمان، ان الجزء اللي بيوقفه عند حده القلوي. ايوه. اللي جاي منين؟ من الجول بلادر. المراره. الحوصله المراريه. الحوصله المراريه. تخيل بقى احنا شطار. الحوصله المراريه بعد المراره. احنا شطار. طب انا هقول لك على معلومه هتزعل مني. ناقص 10 دقائق. ناقص ايه؟ 10 دقائق. يبقى نتكلم عن الكورونا بقى. نتكلم عن الكورونا. لا بقى ما نتكلمش خالص. الحوار ممتع جدا بصراحه. ناقص 10 دقائق. تخيل. لا احنا قعدنا قد ايه؟ طيب. كلام جميل كلام جميل، والوقت دايما المهم الحاجه اللي والممتع بيعدي بسرعه. الحاجه اللي تزعل ان احنا شطار في شياله اللوز وشياله المراره، والاثنين انت لا تنصح بيهم الا في شروط قاسيه جدا. صح كده؟ قاسيه ايه بقى؟ دول البني ادم مش قطع غيار ابدا. جميل. طب انت شلت المراره هينزل حمض ومش مش هيتعادل. لا مش هيتعادل. الكبد هو المنوط ده، رئيس مجلس اداره الجهاز الهضمي. جميل. هو المنوط بان ينتج الصفرة. طيب اللي هي العصارة. العصارة اقوى عملية بيقوم بها هي انتاج الصفرة. جميل. العملية اللي تليها هي الديتوكسيفيكيشن، تخليص الجسم من السموم. ماشي.
لا التالت بقى اللي هو الانزيمات والحاجات بتاعته وعمليات الهضم علشان موضوع هضم الدهون والمراره تحويل الدهون وانتاج بعض البروتينات الحاجات العمليات الكيميائيه الحيويه له حوالي 500 وظيفه اكتر من 2000 وظيفه. طيب ماشي اوكي المهم تمام العمليه اللي بتجهده قوي هي انتاج الصفرة. فلازم نفهم ان الصفرة دي الكبد ما بينتجهاش الا في مرحله الخمول التام، يعني الجسم كل وشرب وراح وعمل وخلاص وخلص العمليات الحيويه بدا يسترخي، يوم الجسم يجنب كله جانبا ويفرغ نفسه فقط لانتاج الصفرة وعنده الخزان بيحطها فيه. جميل. في الخزان. اه تخيل لو الخزان مش موجود الدنيا مش هينتج صفرة. مش هينتج صفرة. مش طيب هيركزها. مجرد ان انت تاكل تحط اول لقمه هيبتدي الكبد يلغي اي عمليه حيويه بيقوم بها، يبقى وصل للخطوه النهائيه الاند ستيج في عمليه مثلا جلوكونيوجينيسيس جلايكوليسيس السكر اي كان بقى لايبوليسيس الكلام ده كلته اي عمليه حيويه في الجسم عمليات الحيويه وصل للاند ستيج بعد عناء وخلاص كده يقوم هادم ده كلته وراجع يعمل صفره. يعني لما بيقوم باي عمليه من العمليات الحيويه الخاصه اول بالهضم ما بتاكل يقوم جاي راجع ويعمل هو عايز ينتج صفره. هي الصفره هي اهم حاجه عنده. فده بيؤدي الى ايه بسرعه كده لما يعمل كده بيحصل ايه؟ ده هو كده وقف كل العمليات الحيويه، وقفها وهينتج صفره، هيرجع تاني من جديد بعد ما يخلص الصفره وبعد ما انت تخلص اكل وينتج الصفره الكافيه يبتدي يقوم اللي اتهدم ده كلته يرجع تاني يعيده من جديد. يعني ده كله تعطيل لعملية النمو والعمليات الحيوية. تعطيل. طيب دكتور محمد بهرام باشا احنا ناقص لنا كده ممكن يبقى 8 دقايق. انت حابب تتكلم في جزئية ايه تلقي عليها الضوء؟ ما دام النقطة صغيرة كده. اتفضل. هتكلم بقى في نقطة ازاي النفسية تزود المناعة. اتفضل. عشان يبقى المشاهدين يستفادوا يعني. اتفضل يا فندم. احنا لا انا عايز عشان بس اسيب حضرتك تكمل الجزء بتاع الكورونا يعني تمام. لا كورونا ايه ببساطه خالص ببساطه خالص عشان موضوع المخ والاعصاب والكلام ده كله. فضل. اللي بتحبه اعمله. جميل. اللي انت مرتاح له اعمله. جميل. ونفس وما سواه يعني حتى في بيت شعر بحبه جدا يعني طب انا بحب اشرب سجاير. خليني كده في ناس مخها يعني بتفكر غلط وتقول لك انا بحب اشرب سجاير. لا يشرب سجاير؟ لا. طيب يبقى ايه الاطار او الحدود اللي انا بحبه اعمله؟ لا احنا بنتكلم وقت ما دي هابت دي عاده سجاير. دي عاده. ده انت تعرف في احد المدمنين مثلا في المراكز اللي انا مسكتها يقول لي اللي يعني ما ادمنش معاش حياه يبقى انا بحب كذا. لا دي عاده ممكن تكون عاده سيئه وعلى فكره اصعب انواع الادمان. السجاير. جميل تمام. طب انت تقصد ايه حضرتك؟ طب كمل الجمله. انا بقصد ان في حياتك كلها عشان المناعه. أيوة. وعشان الحاجات دي ما تتحكمش فيك. في امور حياتك وعملك اللي انت يعني بعد طبعا احنا بنتكلم ككلام علمي تمام. كلام راشونال تمام. بعد اخذ كل السبل خلاص واللي في مكان او في امور معينه وكاتيجوريز معينه مش مرتاح فيها مش هتقدر تدي فيها سيبها. جميل. يعني ريح نفسيتك، حاول دايما تمشي في الاطار الطبيعي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقك عليه. او اللي موجهك ليه. جميل. ممكن يكون يعني صعب هنا انت حضرتك بتقول مثلا في بعض الاسترس وستريس وتوتر وامور تانية كتير وشايفين حاجات كتير قدامنا سيوسايدز و و و كل ده كل ده القدر ممكن يكون موديك لحاجات انت مش رايدها. محدش عارف خير فين. محدش عارف خير فين. طب انت تعرف حضرتك المخ والاعصاب التايتل بتاعي ده بسبب ان انا لما رجعت تكليف تاني بتاع وزاره الصحه ورحت 50 مره الوزاره وتم الرفض رفض رفض لغايه ما رحت تاني اعاده تكليف جنوب سيناء سانت كاترين كانوا اجمل 3 سنين. يعني يبدو ليك ان هما كانت معاناه انما سبحان الله كان سبب في خير كبير ليك. في خير كبير. فده بقولها للناس جدا حتى في بيت شعر جميل بيقول قد يعشق المرء من لا مال في يده ويكره القلب من في كفه الذهب. دايما 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 الانسان لو ساب نفسه على الفطره اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه عليها ودايما وياخد بالاسباب ويشوف هو رايح فين يا فندم وياخد بالاسباب مش تواكل بس يسيب التدخل البشري غالبا بيبوظ التدخل بالقلق ما هو التدخل البشري غالبا بيبقى غلط. الانسان بيتدخل بيعمل ايه في الاكل يحسن لون وطعم وريحه على حساب القيمه الغذائيه وعلى حساب الفايده وهكذا صح كده. تمام. طيب في نصيحه تانية لان غالبا هروح للدكتور يسري ومش هيسيبني وهو زعلان مني. لا ما انا هزن انت كده مش هنكمل موضوعاتنا بقى.
ما هو لا ما هو وقت احنا والله الحديث مع حضرتك شيق جدا، بس لو حضرتك حابب تختم بقى تقول كلمة كده في عجالة للسادة المشاهدين. هو طبعا بالنسبة لموضوع المناعة احنا قلنا دي كيمياء، الانسان كله كيمياء، ازود مناعتي ازاي؟ ان انا اول حاجة باخد بالكلام الراشونال غسيل الايدي. طبعا حتى كنا عملنا حمله في نهاية كليه الطب في سنه 2005 مع الدكتور احمد جمال الدين موسى رئيس الجامعه اللي هو ممنوع الاحضان والحاجات ديت، وكنا عملنا حمله بكده. وطبعا كان ايام فيروس ايامها في سنه 2005 في نهاية او 2004 انفلونزا الطيور بقى في 2004 حاجه تانية. فطبعا دي برضه بعض البروتكشن كنترول اللي موجود، اعمده اساسيه. ما هو قبل كده كان انفلونزا الطيور، دلوقتي الكورونا، بعد كده بعض الخضروات وغسيلها برضه يا فندم. دي انفكشن كنترول في بعض الاماكن انديميك يعني متوطنة. انا مثلا من منطقه مثلا في بلاس اسمها حفير شهاب الدين، الحفير والامل، دي منطقه كبيره جدا عندنا انديميك هناك موجود التيفويد. ده مرض بيجي في الجهاز الهضمي وبيعمل مشاكل امساك وضعف للجسم. انفكشن كنترول، تغيير مواسير او الصرف الصحي، يبقى مع الالتزام بمعايير مكافحه العدوى وغسيل الايدين، تكاتف بقى اجهزه هنا بقى يبقى تكاتف اجهزه هنا. لا ده هو وزاره الصحه، اعتقد انا في وزاره الصحه فانا عارف مدى لا انتوا متميزين في حته الانفكشن كنترول دي طبعا، يعني بيتهيأ لي وزاره الصحه بتتميز. لا طبعا حتى عن القطاعات الجامعيه انا اشهد ليها. صح كده، انا اشهد ليها. او القطاعات الجامعيه بتاخد مننا المعلومات من الطب الوقائي بتاعنا، وبتاخد منكم السرعه كمان. احنا اصل عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى بروتوكولات، وعندنا انا كنت في جنوب سيناء وشفت الموضوع ده، صرامه شديده يعني. تمام. صرامه شديده تمام. فهنا بقى هنا بقى النقطه دي بقى، بعض الاماكن اللي فيها انديميك لبعض الديزيز معين، امراض متوطنه، امراض متوطنه معانا ممكن تاثر على المناعه. وطبعا دكتور يسرى هيشير للنقطه دي ازاي بعد كده التيفود والحاجات دي. فالمنطقه ديت انا احب طبعا ان هي تتخدم السنه دي، منطقه الحفير والامل ده طبعا، والكنترول طبعا ان شاء الله. مكافحه العدوى والالتزام بالمعايير البسيطه اللي اي حد ممكن يعملها، الغسيل، نغسل الخضار، ايدينا، نكحف، نعطس في منديل وهكذا. طيب يا دكتور معلش انا اسف، انا كده خلي الكلام اللي كنت هتكلمه كله مش هنقدر نتكلم. طب ما نقول حاجه بسيطه، نعمل لك حلقه ثانيه. انا هتكلم في حاجه عشان تبقى استفاد، يبقى المشاهدين استفادوا مني فيه. اتفضل حبيبي. اللفت انتباهي بعد ما بحضر بره في المؤتمرات والكلام ده كله، جمله واحده عايز اقولها للناس اللي هنا. فضل. فقط احنا ما عندناش حد عالج فشل كلوي، كله على مكان الغسيل. بالظبط. كل مرضى الفشل الكلوي هم اساسا مرضى ذئبة حمراء. ده كلام مفهوم هيتغير جديد خالص اول مره، كل اللي هيسمعه هيقعد ايه يعني. السبب الوحيد للفشل الكلوي هو مرض الذئبة الحمراء. الذئبة الحمراء. طب مرض الذئبة الحمراء ده مرض مناعه ذاتي صح؟ مرض مناعه ذاتي، ولذلك احنا ما بننجحش في العلاج عشان بنعالج فاهمين السبب خطا. فاهمين السبب خطا، هو ذئبه حمراء. طب يا دكتور ده انا رحت وحللت وعملت وسويت والكلام ده كلته وما لقيتش خالص حاجه من الحاجات اللي انت بتقولها دي. لا الذئبه الحمراء دي نوع من اللكتينز، نوع من البروتين جه عندك بنسبه 90% 50% 40% 30%. لكتينز دي حضرتك تقصد مواد كده موجوده في النبات، في الاكل اللي بناكله، في الخضار. ده موجوده في الاكل طبيعي عندي. طبيعي بشكل طبيعي ماشي. فاحنا لما بناكله الجسم، ولذلك الكبد بيتعامل معاها. الكبد بيتعامل معاها. مين اللي يوقف الكبد عن انه ما يتعامل مع اللكتينز ده ويحذفه ويرميه على الكلى؟ لو في كبد دهني، كبد دهني. صح كده، هو مريض الكلى قبل ما يبقى كلى هو مريض كبد دهني. هو دايما الكبد والكلى مرتبطين جدا. ده في حاجه لو احنا انتبهنا لها كويس قوي قوي. احنا بنبص كلنا للطب الغربي. بدأت أعمل دمج بين الطب الغربي والطب الشرقي والإيروفيدا والطب الهندي والطب الصيني والكلام ده كلته. المنطقة المعنية في الجسم كله بالطاقة هي الكلى وليس الكبد. الكلى هي مصدر طاقة الجسم كله. ليه؟ الكرة الدم الحمراء بتعدي عليها في اليوم أكتر من 30 مرة. تخيل مثلا لو عندك أي منطقة تانية بتعدي عليها كل اسبوع مره، كل يوم مره وهكذا، لكن بتعدى على الكليه على طول. على طول. ولذلك الفشل الكلوي الذئبه الحمراء تعمل فيه ايه بقى؟ ليه بيجي الفشل الكلوي؟ لان كره الدم الحمراء المفروض تتنقى ما جاتش. يقول لك اصل نقص البلاد سبلاي. طيب في
ماشي، لو انت بتقول لي نقص البلاد سبلاي فقط، انا عايز جمله واحده عشان وقتنا للاسف الكنترول خلص، فجمله واحده بقى تبقى معلش سامحني. برواز برواز كده للقصه كلها، الفشل الكلوي سببه الزئبق، نعمل ايه؟ لازم الاول الزئبق وقفت لي قللت لي الدم وقللت لي الاكسجين، لان هنا دوره الكريبس سايكل اكبر منطقه في الجسم في الميتوكوندريا هي الكلى. الميتوكوندريا اللي هي مصانع الطاقة. الطاقه، فعملت. يبقى احنا نهتم بالكلى وسبب القصه كلها الفشل الكلوي مرض الزئبق الحمراء. محتاج نتكلم فيه باستفاضه، هنستفيد ان شاء الله في الحالات الجايه. لكن مش هتقولي دقيقه بقى وبدايه لازم تدفئه منطقه الكلى، لان البرد بيقصر. اول ما الواحد بيجي له برد يقول لك ايه ده جاله برد والكلى بدات اجنبته وجع. دي نصيحه جميله في الجو اللي احنا فيه، يبقى لازم ندفي الكلى عشان نحافظ عليها. ونصيحه لمرضى الفشل الكلوي كلهم، تمام، لف ظهرك كويس قوي قوي، توفر على الاقل غسله في الاسبوع. سبحان الله. شكرا شكرا للمعلومات القيمه يا دكتور يسري، اشكرك شكر جزيل وجزيل الله الشكر. الله يكرمك. وانا اسف ان انا ما عايزين لا احنا عايزين نفيد اكتر. لا بس احنا وقتنا خلص يا دكتور محمد. كلمتين اتنين بس. طيب بسرعه. الكلمه الاولانيه للدكتور محمد نجار، له كتاب كبير في القاهره، ان احيانا من العلاج الا تعطي علاج. جميل. الكلمه الثانيه طبعا كلمه منيه، ولا تهنوا ولا تحزنوا. الله. امر قاطع الله. مانع حاسم. ما حدش يقدر يتكلم بعد اللي حضرتك قلته. شكرا ليكوا اعزائي المشاهدين، وان شاء الله اللقاءات اللي جايه تبقى افيد. استنوني ان شاء الله في نفس الميعاد الساعه 11 كل يوم اثنين، دكتور ياسر شقوير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.